بيعمل حاجات، ده بالنسبه لي افضل من اللي خايف يشتغل، اللي حاسس على الورقه وخايف يبوظ، لان اللي بوظ وعمل زحمه كتير ده استفاد. المحاوله الثانيه تظبط، الثالثه تظبط، فبتدي تكون خبرات، فكل ده هيدي ثراء للتجربه نفسها. انما لو كل مره باجي بشتغل ببقى خايف ابوظ الورقه هيحصل ايه؟ ما هفضل خايف طول عمري. نبص على الشغل بقى اللي اتعمل. ده مين؟ انا. جميل جدا. شايفين في تدخل هنا بالالوان، ممكن يزيد شويه، ممكن نبص لها تاني في البيت. خدوا بالكم الشغل اللي احنا عاملينه النهارده دوشه وزحمه وحاجات كتير داخله مع بعض، مش هقدر احكم عليه برضو دلوقتي، وانا نفسي ما اقدرش احكم عليه دلوقتي، محتاج افصل شويه، وما اقدرش احكم على شغلي، محتاج افصل شويه برضو.